مشاهدينا، خلينا نروح لشاب اسمه عمر عبد القادر. عمر تعرض لحادث وفقد إحدى قدميه، لكن كان عنده إصرار وتحدي إنه يكمل حياته ويحقق كمان أرقام قياسية في مجال الرياضة. يا شاستي، بالفعل طبعا هذا البطل عمر نجح في إنه يسجل رقم قياسي في موسوعة جينيس من خلال ممارسة أكبر عدد من تمارين العضلات في ساعة واحدة. أنا اسمي عمر عبد القادر من مصر، وعملت جينيس ريكورد في أكتر عدد ماسل أبس في ساعة. بعد تعرضه لحادث نتج عنه بتر ساقه، قرر عمر عبد القادر البالغ من العمر 29 عاماً أن يتحدى نفسه للتغلب على حالة الاكتئاب التي مر بها بعد الحادث، وذلك من خلال ممارسة الرياضة. وفقد عبد القادر ساقه اليسرى منذ نحو 7 سنوات، وبعد الحادث بدأ يتردد على صالة للألعاب الرياضية لمساعدة نفسه في تحسين صحته النفسية والبدنية. حوالي 6 سنين أو 7 سنين حصل لي زي نقطة تغيير كده هو في حياتي، إن أنا حصل لي هجوم من سمك قرش، وبسبب الهجوم ده حصل لي بتر في رجلي الشمال فوق الركبة. بس دي حاجة من بعدها يعني كانت زي بتقول نقطة تحول. كان الموضوع في الأول كان صعب، كان الموضوع كان فيه طبعا جزء منتل زي ما بيقولوا، تشالنج كبير إن أنا أطلع من حتة زي كده، إزاي إن أنا أطلع من مود الاكتئاب، إزاي إن أنا أطلع أرجع أمارس رياضة تاني. دي كانت حاجة صعبة جدا في الأول، بس كانت بالنسبة لي نقطة تحول إن أنا فعلا أعرف إزاي صحتي النفسية، أعرف إن هي أحسن منها عن طريق الرياضة أو عن طريق أي رياضة أو أي نشاط بدني بيقولوا. وبعد سنوات من التدريب، قرر عبد القادر المنافسة على تحقيق رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة جينيس تحت عنوان LE1، يتعلق بأكبر عدد من تمارين العضلات في ساعة واحدة، وهو ما حققه بإكمال 160 عدة. أنا بصريح معاك، ما كنتش أحلم أبداً أن أنا أوصل للرقم اللي أنا وصلت له. يعني كان تفكيرنا قلت إيه، لو عملت 120 ولا 105 بقى كده حلو جداً. بس الحمد لله يوم الأتمت نفسها ويوم المحاولة والتشجيع من الناس والدعم، عرفت أوصل ل 161 عدة في الساعة.